إخوان في العدالة والتنمية اللي كيقودوا الحكومة كنتوجه لهم مازال ما فهموش يمكن شنو طاري في المغرب. تكلمنا على موضوع التعليم، كنا نتكلموا على موضوع الصحة، يمكن نتكلموا على مواضيع أخرى، مازالين في المحطة ديال الشعارات اللي دخلوا بها الحكومة وبقى مستمرة. مغالطة تكلمنا عليها شحال مرة، دائما كيرجعوا علينا المناقشة فاش كنا في الحكومة قالوا لنا الناس ديال الحكومة، حنا قلنا لكم بغيتوا تعطيوا الناس الدعم عطيهم السميك، قلناها لكم، وأنتم رئيس الحكومة هو اللي جا قال في الاجتماع ديال الاغلبيه باننا انا ما مسوقش دابا الانتخابات المحليه، ما ماشي عندي اولويه. هذا كلام قالوا الامين العام لحزب الاستقلال وقالوا الامين العام ديال حزب العداله والتنميه وكلام. اذا ماشي كل مره تعاود تجبدوا لنا نفس القصه فاش كتلقاونا بدينا نتكلموا على مواضيع اساسيه اللي كتهم المغاربه. ما قاطعتكش السي العمري، فاش كتشوفونا كنبداو نتكلموا على مواضيع اللي كتهم المغاربه، اخت تكلمت على التعليم وعاوتاني قولوا لنا تقارير دوليه، علاش ما جبتوش التقارير ديال اليونيسف؟ ظهر هذه 3 ايام تكلم على 340 الف طفل اللي كتخرج من المدرسه العموميه في السنه. التقارير الدوليه تتغير، التقارير الدوليه الزوينه، ها التقارير الدوليه ديال اليونيسف خرجت وما جاوب عليها حتى شي حد من الحكومه، وهذيك كنعتبرها كارثه، لان 340 الف طفل كتخرج من التعليم، فين غيمشيو هادو؟ هذا هو الفقر بعينه. كان 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 كنقادوه كيمشيو، علم الله فين غادي يمشيو، شكون اللي غادي يتكلف بهم؟